كل يوم في معسكر كابيتانو مصر بيكون يوم مميز بسبب الزيارات اللي بيقوم بيها نجوم الفن والرياضة للعيبة كابيتانو مصر، وزيارة النهاردة لكوميديان كبير وهو سامح حسين. لسه موجودين في معسكر كابيتانو مصر النهاردة، والحقيقة دايماً بنكون مبسوطين جداً بالفرصة اللي بتكون للولاد ولينا إحنا شخصياً إن إحنا نكون بنستقبل نجوم بنحبهم جداً، ومبسوطين إن هم يكونوا معانا، وياما أسعدونا من خلال ظهورهم على شاشات التلفزيون والسينما. والنهاردة معانا نموذج اللي أنا بتكلم عليه ده بالظبط، وجوده ودخلته علينا كده في المعسكر أكيد ليها بهجة خاصة جداً، وكمان لسه لما كمان يكون بيقابل الشباب معانا في كابيتانو مصر. الفنان سامح حسين منورنا النهارده. ميرسي جدا، ده انتوا اللي منورين الدنيا، وده شيء رائع جدا، وانا مبسوط ان انا هبقى معاكم. احنا اللي مبسوطين اكتر، والحقيقه وجود حضرتك فرصه للولاد ان هم يكونوا بيعرفوا تفاصيل كتيره جدا عن مشوارك، لان دايما الناس بتبص على الحته السهله اللي ظهرت، ولكن انا متاكده ان الكواليس فيها تفاصيل كتيره جدا احنا نبسط ان احنا نعرفها. اولا ان انت كنت شاطر جدا 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 في الدراسه. الدراسه الحمد لله، وواضح ان ده سلو عيلتكم، ان انتوا كلكم ناس شاطره. الحمد لله. وقررت ان انت تغير خالص الاتجاهات، فاحكي لنا انت كنت ماشي ازاي، وطريقك كان عامل ازاي، والتغير ده خد منك تحديات قد ايه مع عيلتك كمان؟ بص، انا هتكلم فيما يخص مشوار الفن، يعني انا في المشوار بتاع الفن ده من حوالي 93، يعني مفيش حد كان سبورت ولا بيسند ولا اي حاجه، ده هي فضل الله ثم اجتهادك فقط. يعني فدايما حاطط قدام عينيا في حلم عايز اوصل له، وبسعى للحلم ده باقصى ما اوتيت من قوه، يعني اذا كان بدراسه او اذا كان بالشغل. وانا ضد جدا جدا يا مرهان ان انا ابقى بحلم وانا ما بشتغلش. لازم اي حلم عايز يتحقق لازم الواحد يشتغل عليه. فاشتغلت كتير قوي يعني على الحلم ده، ومن اصغر حاجه اشتغلت مساعد مخرج، واشتغلت في اعداد مسرحي، واشتغلت اداره مسرحيه، اشتغلت حاجات كتير جدا. حطت رجلك في الصناعه دي لغايه لما واحده واحده، وما كنتش ابدا، علشان برضو الشباب اللي طالعين، الحلم مش مره واحده، لا، من جمله ثم جمله، والناس شايفين. أكيد. يعني الناس شايفين طلعت في افلام زمان جمله، ثم بعديها دور عامل ازاي، ثم بعديها قد ايه، يعني دايما الواحد بيبقى شغال على نفسه. بناتك، عشان انت عندك ما شاء الله بنات، ربنا يبارك لك فيهم. مريم وفاطمه. حد بيمثل في البيت عليكم؟ بيمثلوا علينا. بيشتغلوكم. انا بعمل معاهم فيديوهات كده لطيفه جدا، لما بشوف ردود افعال الجمهور، يعني فده بيبقى شيء لطيف جدا. بناتك عندهم قد ايه؟ 11 و9، 11 سنه و9. صغيرين يعني. مريم. ايه اكتر حاجه ممكن تكون بتخاف عليهم منها؟ من السوشيال ميديا. بخاف جدا جدا يعني بصراحه، وببقى في حيره، طب امنع ولا ما كده كده هيشو يعني. الممنوع مرغوب في المرحله العمريه دي. يعني انا بصراحه مشفق جدا على الجيل الجديد، زمان كان ابسط بكتير في التربيه بصراحه. اللي انتوا بتعملوه هنا ده شيء رائع ومطلوب، ان احنا ندعم ناس موهوبين بجد ويبقوا قدوه. خلي بالك، ما هو القدوه مش لازم يبقى اكبر مني في السن، انا ممكن يبقى صديقي قدوتي. فان احنا نلقي ضوء مع ناس، واسمع كمان ان هم مش قاهرين بس، لا، احنا اللي رحنا لهم محافظتهم. فده شيء لطيف جدا وشيء رائع وشيء راقي جدا. احنا محتاجين ده كتير بصراحه، احنا عايزين نخلق قدوه كتير كتير كتير. فالمرحلة العمرية دي انت كنت فيها بتعمل ايه؟ انت من وانت صغير اكيد كل اللي بيحبوا التمثيل من وهم صغيرين يحكوا قدام المراية. خالص. انا كنت بلعب كورة. ايه ده؟ كان حلم حياتي ان انا بلعب لعيب كوره. وانت في السن ده كنت حاسه ان انا متخيلك شنكار وناس تشد تيشرتات وكده؟ لا، ده انا كوره كوره يعني، انا كنت بنام وانا حاضن الكوره. أوكي. حياتي كلها كوره، علشان كده بقول ان لو الحلم راح هو ممكن كان راح؟ في حلم ما عرفتش ممكن احلم تاني. الحلم ما بينتهيش. يعني ان تحقيق الذات ما بينتهيش عند نقطه، النقطة دي علشان كده برضو دايماً أقعد أقول لبتوع الثانوية العامة، النتيجة يا جماعة ما هيش نهاية الكون. الحلم كذا، فنحلم حاجة تانية على طول، ما نقعدش نركن جنب الحلم كده كتير. قد يكون إن ده مش الحلم على فكرة، ما أنا شعرفني إن أنا لو كملت في الكورة
كنت هبقى محمد صلاح يعني. فانت كنت بتشجع مين بقى ماتشات وتروح بتلعب تحت البيت في الشارع كنت بلعب في نوادي كمان يعني. طب بتحكي لنا كده مشوار يمكن نكتشف يمكن يعملوا علشان ما اقعدش يعملوا الرواد كابتنه اكبر شويه يعني علشان ما اقعدش اقول بس ايه نوادي ايه وبتاع لكن انا كانت حياتي كلها الكوره يعني يعني لغايه دلوقتي انا لو كشفت لك رجل هتلاقي فيه اصابات يعني في كتير يعني حياتي كلها. طب ودلوقتي ايه كوره ايه في حياتك؟ بلعب كوره دلوقتي بتلعب مع صحابك خماسي بقى وزعيق بقى وقفش على يعني مع طب مين اللعيبه صحابك كل الكباتن وبركات طبعا يعني ويتخانقوا عليك تبقى في فريقهم يعني؟ بيتخانقوا عليا. طب ما ده جامد ده بس اللي هو ايه مش في فريقي أرجوك مش عايزين يعني لا 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 ما تقولش كده انا متاكده ان ده ما بيحصلش خالص طيب اخيرا عشان احنا دلوقتي خلاص يعني اتكلمنا جد شويه فاللي جاي كله بقى ايه ضحك وهزار وهنشوف الشباب ونقابلهم فاخيرا عشان هما بقى بيتفرجوا تقول لهم كده مسج توجهها ليهم لان هما في تحدي هما ممكن وهما في المرحله دي حاسين ده الاكبر تحدي بس هما ما يعرفوش ان اللي جاي فيه تحديات اكتر واكتر وان الحياه لسه شايله لهم وربنا طبعا يكرمهم يا رب بتحب تقول لهم ايه انا احب اقول لهم يعني خلوا بالكم من نفسكم ودايما تحطوا الموهبه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لكم ده شيء عظيم وشيء ثمين جدا اختصكم بيها ربنا سبحانه وتعالى زائد حطوا دايما في عقلكم وفي قلبكم اسم مصر علشان تبقوا في كل مكان احنا نفتخر بيكم يعني وان شاء الله هنفتخر بيكم ان شاء الله باذن الله جاهز تقابلهم جاهز. هم متحمسين على طول ما اقولكش جاهز